اسمي مرام، أنا عمري 10 سنين، من حلب من سوريا. مصابين أولاد مشان هيك ما بحب الحرب، إنهم ينقتلوا أولاد. أنا بشوفهم عم بزعل، ينجرحوا بإيديهم وبإجريهم. إيه بتذكر، إنه في أولاد ميتين متشقفين نصهم مجروحين، بس إذا بتذكر تتكسر بشوفهم. بس شو بدنا نسوي؟ بشوفهم عم يزتوا شي، نتخبى بالحمام مو بالمطبخ، وعن الملاجئ نركض على الملاجئ. بشوف الأولاد عم يبكوا ماسكين أماتهم، عم يعيطوا بس بخاف، في حرب عم طالع صوت من الحرب. أنا أشوف أولاد عم يتشقفوا بخاف منهم، وشوف دمعة مطلع من الأولاد. إذا إجت الطيارة بخاف كتير منها كتير. أنا بس أكبر بحب أكون دكتورة الأولاد الصغار المجروحين والمصابين، بعالجهم فرحانين عم يضحكوا، كل شي صار فرحانين وكل شي عم يضحكوا وهيك. كونوا مثل ما بدهم يصيروا أنا أسمي دكتورة مهندس، بس هيك بتمنى.